مشاهدينا، وللمزيد حول استهداف الميليشيات في العراق المصالح والمطاعم الأجنبية تزامنا مع ذكرى وفاة الخميني، ينضم إلينا عبر الهاتف رئيس تحرير وجهات نظر الأستاذ مصطفى كامل. مساء الخير أستاذ مصطفى. حياكم الله، أهلا بكم وبمشاهديكم الكرام. أهلا بكم. يعني لطالما رفعت إيران وميليشياتها شعار طريق القدس يبدأ من سوريا، ولكن في الأيام الأخيرة ربما بدأ وكأن طريق القدس سيبدأ أو بدأ من شارع فلسطين في بغداد. كيف تعلقون على ممارسات الميليشيات ضد المطاعم والمصالح الأمريكية الأجنبية في العراق في هذه الفترة بالتحديد؟ مرة أخرى أحييك وأحيي مشاهديك الكرام. بالطبع هم رفعوا شعار الطريق إلى القدس عبر كربلاء لسنوات طويلة خلال الحرب التي شنوها ضد العراق في عقد الثمانينات من القرن الماضي، ولكن من بخصوص هذه الهجمات من حيث المبدأ مقاطعة البضائع الأمريكية والشركات الداعمة للعدو الصهيوني، هذا واجب وطني وقومي وديني وإنساني، لأنه بالتأكيد يعزز صمود الشعب الفلسطيني من جهة، ويعني يحد من الدعم المالي الذي يقدم لهذا الكيان الغاصب، ولكن هذا من حيث المبدأ. ولكن فيما يتعلق بهذه الهجمات الغوغائية التي تستهدف هذه المطاعم والشركات الأجنبية المنتقات بعناية، يبدو أنها مرتبطة بشكل أو بآخر، بشكل مباشر أو بغير مباشر أعني، بالتوجيهات الإيرانية في هذا المجال لإثارة الفوضى في العراق. هذه الفوضى تخدم النظام الحالي في العراق وتخدم الأجندة الإيرانية المنفذة في العراق منذ احتلاله. نعم. وبالتالي هي لا علاقة لها بموضوع دعم الصمود الشعب الفلسطيني ولا الانتصار لأهلنا في قطاع غزة الصابر المجاهد، وإنما هي كما قلت إملاءات إيرانية. هؤلاء لو كانوا ضد الولايات المتحدة لقاتلوا الولايات طيب المتحدة. طيب أستاذ مصطفى، عفوا، الهدف الرئيسي من استهداف المطاعم بالتحديد، يعني السفارة الأمريكية كانت يعني هناك صواريخ على جدار السفارة في محيط السفارة، اليوم تحولت إلى المطاعم، لماذا يعني؟ هذا هو الذي نقول، نحن نقول أنها هذه وسائل لإثارة الفوضى في العراق، وليس لدعم وليس يعني موجه للولايات المتحدة. هؤلاء لو كانوا يقاومون أو يعارضون الوجود الاحتلال الأمريكي في العراق لقاوموه عندما كانت قوات الاحتلال تتجول في الشوارع العراقية وتقتل من تقتل من أبنائنا وتسجن من تسجن. وبالتالي هؤلاء الذين عملوا في ظل القوات الأمريكية وتمولوا منها حتى سنوات قريبة، وكانوا يتلقون حتى التمويل والتجهيز والرواتب، وذلك ما فضحته الوثائق الأمريكية التي أعلنت في هذا الصدد. لا يجوز لهم أو لا يحق لهم على الإطلاق التبجح بمقاومة الولايات المتحدة. هؤلاء الولايات المتحدة هي من صنعتهم، هي من مولتهم، هي من جهزتهم، وهي من سلطتهم على رقاب العراقيين بالتعاون مع النظام المجرم الإرهابي العنصري في إيران. طيب، هنا من تسمي نفسها بقوى المقاومة والممانعة قررت أن توجه نشاطها بجهاد المطاعم كما يصطلح، بعد أن أعطى الأمريكي أوامره إلى هذه الميليشيات وقادتها بوقف إطلاق الصواريخ حتى وأن كان مسبقا تم الاتفاق عليها. نعم، هو هذا الذي يحصل الآن. يحصل الآن بعد أن هددت الولايات المتحدة الميليشيات بعدم إطلاق هذه الصواريخ أو الألعاب النارية، لأنها حقيقة لم تصب أحدا، هي دائما كانت تصيب محيط السفارة الأمريكية أو محيط القواعد الأمريكية، تماما مثل الصواريخ الإيرانية التي أطلقت على قاعدة عين الأسد بعد اغتيال سليماني، والتي فضح ذلك اعترافات من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ثم يعني حتى حديث لوزير الخارجية الإيراني السابق محمد جواد ظريف أكد هذه الحقيقة
أنها عملية الإطلاق إطلاق الصواريخ في حينها جرت باتفاق مع الولايات المتحدة عبر دولة ثالثة، وأيضا كشفت الصور أو أكدت الصور هذه الحقائق كذلك. طيب، هنا أيضا كيف تفسرون تزامن دعوات جهاد المطاعم الأجنبية مع ذكرى وفاة الخميني؟ هل هناك رمزية، رسالة أرادها من أطلق هذه الدعوات؟ الخميني كما يعلم الجميع جاء إلى إيران وتسلط على رقاب الشعوب الإيرانية بدعم غربي وأمريكي، وفي هذا الكثير من الشهادات والوثائق والوقائع التي تؤكد هذا الأمر، وما رفع شعار الشيطان الأكبر إلا لأغراض المزايدة، ويعني رفع الشعارات التي لا تسمن ولا تغني من جوع وليس لها أثر حقيقي في الشارع. محاولة حزب الله يوم أمس، عصابة كتائب حزب الله، محاولة ربط ذلك بوفاة خميني إنما هي محاولة ل يعني استذكار أحد أكبر الرموز الإجرامية الإرهابية التي قتلت من العراقيين الكثير وكانت عاملة فتنة وإرهاب وإجرام في المنطقة ككل. لذلك هذا المشروع التخريبي انطلق أساسا مع مجيء خميني في إطار عملية أكبر ضد الأمة العربية والإسلامية بشكل عام. هنا لو تحدثنا بجانب آخر، يعني استهداف المصالح المطاعم الأجنبية داخل العراق بالتأكيد سيضر الاقتصاد العراقي، بالتالي لمصلحة من تقوم بهذه الأفعال؟ الميليشيات. وإذا كان العراق أصلا في هذه الفترة هو طارد للاستثمارات والبيئة الاستثمارية الأجنبية، فبالتالي ما الذي ستؤدي مثل هذه الأعمال بالاقتصاد العراقي؟ أولا كتائب حزب الله وعصائب أهل الحق وباقي الميليشيات الإرهابية ممثلة بشكل حقيقي وفاعل وواضح ومباشر في سلطة السوداني وفي مجلس النخاب الذي يصدر القرارات، وبالتالي أو يعني يمنح الفتى القانونية والتشريعية في العراق. وبالتالي لو كان هناك إرادة ضد هذه المصالح لكان منع استخدامها ابتداء، ولكن هذه عملية ابتزاز وعملية إثارة للفوضى والفتن وعدم الاستقرار، ولا علاقة لها كما قلت لا بتهديد المصالح الأمريكية بشكل حقيقي ولا بمقاطعة البضائع الأمريكية والمنتجات والشركات ذات العلاقة مع الولايات المتحدة ومع العدو الصهيوني، وإنما هي فقط محاولة لإثارة الفوضى. طيب، هنا أيضا النائب سجاد سالم يقول أن النظام السياسي تأسس في العراق على يد أمريكا، هواتفه أمريكية، أسلحته أمريكية، كذلك عرباته التي يتنقل فيها هي أمريكية، بالتالي كيف يفهم مهاجمة مصالح أمريكا في العراق؟ يعني الإضرار بوجبة دجاج أو الإضرار بوجبة همبرجر هل ستضر المصالح الأمريكية؟ أنا كما قلت قبل قليل في حديثي هذا قلت أن هذه العصابات الإرهابية الولايات المتحدة هي من أوجدتها وهي من دربتها وهي من سلحتها وهي من جهزتها وهي من مولتها وهي من سلطتها على رقاب العراقيين، وهي من أعطت لها الغطاء المدفعي والجوي حينما كانت تجتاح المدن في عمليات إرهابية في الفلوجة وفي الرمادي وفي الحويجة والموصل وغير ذلك من المدن العراقية التي اجتيحت سنة ما بعد سنة 2015. بالتالي هؤلاء لا يحق لهم الحديث عن هذه الشعارات. المسألة ليست فقط مسألة سيارات وهواتف وإلى آخره، ولكن كما قلت هؤلاء حتى الولايات المتحدة، وهذا الأمر بالوثائق والوقائع، كانت تدفع رواتبهم وتقوم بتسليحهم وتقوم بتجهيزهم وتقوم بتدريبهم، واستقبلت قيادات من هذه الميليشيات، هادي العامري وغير هادي العامري، استقبلوا في المكتب البيضاوي في البيت الأبيض لحضور اجتماعات مع رؤساء الأمريكان. بالتالي هؤلاء هم جزء من أدوات الاحتلال الأمريكي، جزء من بعد يعني تأكد للولايات المتحدة عدم إمكانية إخضاع الشعب العراقي بشكل مباشر من خلال قواتها،
لجأت إلى إنشاء هذه الميليشيات الإرهابية واستقدمت ميليشيا بدر من الخارج من إيران تحديدا، وبالتالي هي من كما أكرر من جديد هي من أسستهم، أسست هذه الميليشيات وجهزتها ومولتها وسلحتها ودفعت بها عبر فرق الموت لقتل العراقيين، وما تزال تقتل العراقيين وتنهب أموالهم برعاية أمريكية ودول أخرى. مصطفى كامل، رئيس تحرير صحيفة وجهات نظر، شكرا جزيلا لكم على هذه المداخلة.